السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن سلسلة هوات ريحانة كمال غادي نحضر لكم اليوم بسطيلة بالعجين. المكونات ديالها عندي فيها الخضر والشعرية الصينية والقمرون ونوع من السمك الأبيض. سبق لي ونزلتها باللحم المفروم والخضر، كانت المراحل مصورة، كانت على شكل دائري. ان شاء الله اليوم نعمله على شكل مستطيل. بالنسبه للمقادير العجين، كنحتاجوا 150 غرام ديال الطحين الابيض اللي هو الفورس، 100 غرام ديال طحين القمح، معلقه صغيره من الخميره ديال الحلويات اللي هي البيكنج باودر، وقليل من الملح والماء. كنحتاجوا لزيت المائده، كنحتاجوا لزبده مذابه. بالنسبه للحشو هو هذا، حضرته من قبل كما ذكرت قلت. فيه عندنا البصل، فيه الجزر، فيه القرعة الخضراء اللي هي الكورجيت أو الكوسة، فيه الزيتون، فيه القمرون، فيه السمك أبيض. إن شاء الله ننزل المقادير مكتوبة في المدونة ديالي. أنا اليوم بغيت غير نوريكم الطريقة ديال اللف ديالها. كنحتاج ايضا الجبن مفروم. غادي نبسط الكره الاولى بزيت المائده، من الافضل انها تبسط مزيان تكون رقيقه. كتجي رائعة، لذيذة، قرمشة، مش بالشرط أننا نديروها بورقة ديال البسطيلة. كما كتلاحظوا نرققها مزيان، دائما كندهن بالزيت. كناخد صفيحة ديال الفرن، ناخد هاد الشكل هذا كما كتلاحظو، ندهنو بزيت. كذلك كناخد العجين بشكل هذا، كما تلاحظوا هكا نحاول ندهن. دابا كيجي الدور ديال الزبده المذابه. نحاول نرخب شوية هاد الجوانب حتى ما نقطع الحشو غادي يهبط. غادي نقطع الحشو، نحاول نقطع غير النصف حتى نقادو. كما كتلاحظو بهاد الشكل هدا، نحاول نوزع الجبن
كمل انت باكل حشو. طريقة كنملأ الأطراف، تكون سمك واحد. هكذا كما كتلاحظوا كنقلب العجين، اطراف بربعها. ممكن لكم تضيفوا الجبن في الاخير، لكم اختيار. بهذا الشكل هذا الشكل هذا. دابا غادي نبسط الكرة الثانية، نفس الشيء كنبسط الكرة الثانية بهذا الشكل. كنجيب بلاطة، كنحاول غادي نهزها شكل. نحاول ندخلها هنا. بهذا الشكل هذا كناخد صفحة ديال الفرن أكبر من الأولى، كنحاول نقلبها على هذا الشكل. بهذا الشكل هذا دابا غادي نبسط الكريات اللي باقي. بسط الكرة الثالثة، غادي نجيب غادي نفرغ الزبدة المذابة، نحاول نوزعها عليها. تدهن كاملة، ناخد كرة كنغلف بها العجين بهذا الشكل. أنا كنغلف وأنا كنقاد في نفس الوقت. نحاول نجبدها، جهة الأربعة
إلا حسينا أن العجين كتير نقطعو منه. مازال لينا هاد الجهة نفس الشيء، كنحاول ندخل العجين، نحاول نقاد الشكل. هو كان الشكل واضح واضح بهذا الشكل. دائما كنوزع الزبدة نوزعها كاملة. نفس الشيء غادي نورق الكرة الرابعة اللي هي الأخيرة. بسطت الكرة الرابعة ودائما كنبسطو بالزيت. غادي نغلفها بيها بهذا الشكل بحال هكا بحال اللي قبلها. نحاول نقادو كندخلو العجين في نفس الوقت كتقاد. كما كتلاحظو العجين يعني كيساعدنا ما كيتقطع ما والو، خصو يكون مدلوك مزيان. لاحظوا الشكل عنده مقعد. غادي نوزع الزبدة المتبقية، ما تخافوش لأن هي اللي كتعطينا القرمشة البسطيلة، يعني الدهون فائضة راه كتزول في الطهي. كما تلاحظوا كتكون واحد الفقاعات، كناخذ واحد عود خشب نوضع باش ما تنفخش لينا في الفرن بهذا الشكل. كيقوم مع الشكل النهائي ان شاء الله. الشكل النهائي البسطيلة هو هذا. ملي كطيب كنرشها بالفرماج محكوك، كندخلها شوية الدوب، كنقدموها بصحة وراحة. إلا عجبكم الفيديو شاركوه مع الأصدقاء وبارطاجي، وفي أسفل الفيديو غادي تلقاو رابط الوصفة بالمقادير مكتوبة. شكرا لكم.